اول مناسبه تجي نجبد ما وخلي فين تراسي تراسي حاجه كيف هذه ما يتسكتش عليها. اول مناسبه تجي نجبد نقول له الجاهل اللي يعز عليك وما تخوش في خاطرك منه ها اعفينا من هذه هدره الانتخابات. ما اسمع ما هيش متاعنا ما يخرجش علينا ما هيش في سبرنا وفي عوايدنا. تجنية هي تجنية هي دي اربع حيارة دي حتى اللي يغضب هكا ولا اللي عنطز ويعمل بعيرون ما عنده وين يمشي. ما يلو كان عيد وطيه فرق لك صغير يكب على كبير هكا نعرف من اول الدنيا هيا بوس عمك يزي بلا كاي. ولذلك انا اول ما تجي مناسبه نجبد نقول له اعفينا من هذه هدره الانتخابات. وتشكون جاي سالك على حالك ولا قالك وينهم الانتخابات ولا فيس عن نهار راح على الانتخابات. واه ماذا تعمل فيهم احنا شنو احنا اربع حيار عائله واحده احنا اللي بكيو عليه الناس عنا كنا بين بعضنا توانسه مسلمين سنه عرب شنو اللي تعمل شكون ريد فينا البراني من الواه كراه تزمر وتلفزه محلوله وهذاك يفرش في الاخر وهذاك ينومر في الاخر وزيدوا لي دقيقه تو نوريكم شنو نعمل فيه والاخر كلها ايه انت اربعه من الناس احنا هي كسكسي بالفول في راس العام وعصيده من الزقوق والمولد والعيد الكبير هذا كما قال حد لحد يا عمار يوزع زر اذبحوا بالراحه لا الحق حتى الاذاعه مش مقصره معنا كل عام هذيك الندبه مالك كبش دور وقرون ماذا كيفاش من الواهد هذه الانتخابات ها والاخر في التلفزه محلوله ينومر فيه ويقول له لا زيدوني دقيقه تنوريكم مش نعمل فيه ها وكراه بتزمر وحاله وحالنا مكشوف قدام اليسوى واللي ما يسواش مالا هما من الاصل اللي سالونا من غير اش يقول لك ها العرب عمرهم ما يتفاهموا ديما متناحرين بين بعضهم وهكا علاش عمرهم ما ينجح حيث هناك اول مناسبه تجي نجبد نقول له ما ثمان باسم تونس ومستقبل تونس ومصير تونس وزيتون تونس والطرقات بتاع تونس ومهرجان البركوس بتاع تونس باش بتاع تونس عافينا من هذه الانتخابات. ها يا سيدي اخترنا من الفضايح هات ناخذ المساله من الناحيه الاقتصاديه البحته مو قلتوا لنا غلبوا العسكر على المتملات تناولوها المساله الاقتصاديه البحته لواجا سيدي كل تبذير وكل مصروف السايد وكل الغيرة باش تعلق الوراق في الشارع وها وصنادق وكتب ودهن وشقلالة من الجو جاوك شوية ذوك هذا مش صندوق ولا زينة هذم آلاف مؤلفة من الصنادق احسبهم انت اذا كل صندوق يتكلف لك كذا مسامر وكذا دهن وكذا كتب وكذا ملا وكل ذا شنو وكل قماش لكحل وكل مكاتب باش يحلهم هذوكم نار لحد والمالك كذا وكل غدابر مو باش تنفضهم المصلحة وغيره قماش لكحل دوروا العطفة تقول وقاوي الفيت ماذا؟ مساكن الجماعة جايين لك من المتطوعين لا بسم الله على الأقل قوى فيترا ما قلناش كسكروت على كفتاجي ومصاريف وحدة أخرى معناها هذيك عاد ما نتكلموش عليها والواش هذا يطرح ها باش يجي هكا واحد معناها مسلم تونسي سني هكا يربع هكا هو المسلم التونسي ها تلوايا انت ما عدت سمي الفنادي من الاول انت وقتاني معناها ولا من هذا كاو قايدة هكا صبحية في قهوة بحيث كذا هاو من اليوم سمينا لكم مثلان شكون باش يقول لا هلا شمال الناس بوجوها
ما هو اخي لازم انت توا لازم اليوم ما هو مره عندي ومره عندك ايوا انا لازم اول مناسبه انا تجيني نشبك قل له يا اخي اكل اربع سور دي من الحفيله مولاتي نقضي بها مصلحه انا نعمل بها مشروع عيب كي نوفروا بعض التجهيزات الاساسيه لفلاذات اكبادنا نعملوا مشروع نعمل بهم يا اخي هو انا ما نعرفش اللي يجوتين حمام اعمل بهم حمام ها علاش لا يا مليح حمام اقطعني من حمام يقول لك برجوازيه وصابون وكذا وزابون الحياة حمام نعمل بهم مجدودين ما عملش يا رسول الله شبيه الناس تتفلق من قله الجبادات وتقول انتخابات عيب كي نوفروا بعض التجهيزات الترفيهيه التي طال زمان وقصر تعود بالنفع على المجموعه اللي حيوصها ها من خمو كان في كروشنا ما هو شويه يقول ها الثقافه الروحيه عملها بحيث ولا اول مناسبه تجي نشبك قل له مصر على الاقل نقول كلمه قل له مصلحه البلاد فوق كل اعتبار ونحلنا هذه الانتخابات ها خاف لا يكعر الكعراره يا سيدي خليهم ديمقراطيه دي. ونحن الانتخابات انا غلط الديمقراطيه كل حد يتفرس اما هذه الانتخابات هي تتكلف غالي على الدوله وربي يهدي ولك حول